تمام تمام بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، سيد الأولين والآخرين، سيدنا وإمامنا وشفيعنا وقدوتنا وقرة أعيننا سيدنا محمد عليه وعلى آله أفضل الصلاة وأزكى التسليم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا اللهم علما نافعا يا رب العالمين. ثم أما بعد، طلاب الأعزاء، طلاب الصف الأول، أبدأ معكم هذه الحصة وهذه الفترة لنبدأ مراجعة سريعة على الوحدة الرابعة اللي هي الكتابة، الوحدة الكتابية في مقررات الصف الأول، الفصل الدراسي الأول. بدأنا هذه الوحدة بتصميم بناء الموضوع، ثم مهارات بناء الموضوع، وتحدثنا في مهارات بناء الموضوع عن رقم واحد، من يلخص لنا يعني ما درسناه في مهارات بناء الموضوع؟ من يلخص لنا ما درسناه في مهارات بناء الموضوع؟ من يبدأ؟ مهارات السرد. تفضل يا سبا. نعم. تقول أنا؟ نعم. أقول. تفضل يا سبا. نعم علي. أول شيء لازم اختيار العنوان. سامعني؟ تفضل يا سبا. أول شيء اختيار العنوان. ماشي، ارفع صوتك بس شوية يا سبا. أولا اختيار العنوان، والعنوان نعم. لازم يكون في شروط. تفضل. أن يكون قصير. أشكرك. طيب ثانيا، المقدمة. هذه مواصفات العنوان. ثانيا المقدمة. تفضل. وهل لها شروط؟ نعم أكيد لها شروط. تفضل. الشروط هي أن تكون قصيرة برضو ومشوقة بحيث أن تخلي القارئ يكمل، وأنها تكون تمهد للموضوع. أحسن. وهذا هو ما درسناه في خلال الفترة الماضية. نعم. ننتقل الآن يا سبأ إلى، أشكرك شكرا خاصا، ننتقل الآن إلى رقم ثلاثة من مهارات بناء الموضوع، ألا وهي الفقرات. أستاذ عبد الجواد. نعم تفضل. الواجب اللي قلت تبغانا نسويه ذاك نعم. حق المقدمة، واجب المقدمة ذاك إيش تبغانا نعم نسوي. نعم أنا أتابع. ثالثا كتابة الفقرات، سأعرض كتابة فقرات ثم أرجع إلى واجب المقدمة التي يعني حرصنا على أن تشاركوا بها في الأمس. الفقرات يا أولاد، طبعاً نحن نعرف أن الكتابة في فقرات هذه من أعراف الكتابة، لابد من أن نكتب في فقرات الموضوعنا، وأن نترك في بداية كل فقرة ماذا؟ أن نترك فراغاً في بداية كل فقرة، وننهي الفقرة بوضع نقطة في نهاية الفقرة حتى أعلم أو يعلم من يقرأ بأن الكلام في هذه الفقرة قد انتهى، وسأبدأ الكلام من جديد في فقرة جديدة. ننتبه إلى هذا المقطع الذي سأعرضه عليكم ونتناقش فيه بعد أن ننتهي منه، بل نتابع. في مهارات بناء الموضوع هذا في الفقرات وفي المتن، أن الفقرة كما قلنا تبدأ بفراغ في أول الكلمة. هذه الفقرة تبدأ بفراغ في أول سطر، ذلك كلمة تقريبا من كلمة إلى خمسة أحرف، لدلالة على الانتقال من فكرة إلى أخرى وتنتهي بنقطة. أي فقرة تبدأ بفراغ ثم تنتهي بنقطة، يعبر كل فقرة عن فكرة رئيسية واحدة، معنى لابد في الأفكار
في ترتيبها وفي تناسبها وتسلسلها أن تعبر الفقرة الواحدة عن فكرة واحدة، جملة أساسية تكون غالبا في أول الفقرة لكنها ترد أحيانا إما في آخرها أو في وسطها، يعني معنى أن الفكرة الأساسية غالبا تكون في أولها، قد يكون تساؤل عام أو قد يكون موضوع عام ثم يفصل، وهكذا. الغالب تكون الفكرة الرئيسية في أول الفقرة لكنها قد تكون أيضا في وسط الفقرة أو في آخرها. تسيير الجمل داخل الفقرة الواحدة، تسيير الجمل داخل الفقرة الواحدة في تسلسل منطقي، يعني تبدأ بسؤال تعقبه الإجابة، معنى أن يأتي بسؤال ثم يجيب، أو أن تبدأ بعرض الفكرة الرئيسية تعقبه الشروحات موضوع عام ثم يبدأ يشرح ويذكر أمثلة، أو أن تبدأ بعرض أمثلة يعقبها الاستنتاج، مثال بعض الأمثلة ثم يستنتج على ضوء هذه الأمثلة الذي يمثل الفكرة الرئيسية، أو تبدأ بأمر عام يعقبه الردات الجزئية وهكذا. والمهم أن يكون تسلسلا منطقيا زمنيا، إذا كان تسلسل زمني أيضا يدخل في تسلسل منطقي. هذه الطريقة التي يعني يجب على الطالب أن يتبعها في كتابة أي فقرة، فقرات في ترتيبها، يعني تكون قراءة في أول سطر في أول فقرة ثم تنتهي بنقطة وينتقل إلى فقرة أخرى، وكل فقرة لا بد أن تحوي فكرة واحدة حتى لا يتشتت، فكرة رئيسية واحدة، وهذه فكرة واحدة ما بعدها وتكون لها علاقة بما قبلها وأيضا وتكملة لما قبلها، وهذه الجمل لابد أن تسير بتسلسل منطقي زمني واضح، أن تبدأ بمثال ثم تأخذ بعض الأسئلة وتبدأ بعرض أمثلة وهكذا، وسنعرف تطبيقات القادمة. طيب. أكتفي بهذا القدر، وهذا هو ما ينبغي أن يتوفر في كتابة الفقرة، هذه المواصفات لابد وأن نتبعها، لابد وأن نركز عليها، ترك فراغ في بداية كل فقرة، أن كل فقرة كما قلنا من قبل أولا، إذا وضعت أنا عناصر مسبقة للموضوع لأي موضوع، هذه الخريطة التي سأسير عليها عند كتابة أي موضوع، إذن لابد لي من أن ألتزم بهذه الخريطة. فإذا أردت أن تذهب إلى مكان، طبيعي يا أولاد، أي واحد منا لا يمكن أن يسير هائما هكذا على وجهه بدون هدى، بل عليه أن يضع في ذهني أنني سأفعل كذا وأنا أعرف تماما الطريق الذي سأسيره. وكذلك عند كتابة أي موضوع لابد وأن أضع عناصر، نعم سأبدأ بالمقدمة ثم العنصر الأول ثم العنصر الثاني، لا أبدأ بالعنصر الثاني ثم أو أضع بينهما عنصرا جديدا، أرسم مخططا ثم كذا ثم كذا ثم كذا إلى أن آتي إلى الخاتمة. فلا بد لكل فقرة من فكرة، هذه بالقاف وهذه بالكاف، لا بد لكل فقرة من فكرة ولكل فكرة فقرة خاصة بها. خلاص، يبقى أبدأ الفقرة بوضع فراغ في بدايتها ثم أنتقل إلى كتابة فقرة عن كل فكرة. خلاص، ثالثا تسير الجمل داخل الفقرة الواحدة في تسلسل منطقي، مهم جدا التسلسل المنطقي الذي كما قلت لكم أبدأ تسلسل زمني أو تسلسل منطقي أو تسلسل مكاني، يعني لا يمكن أن أتحدث اليوم مثلا في هذه الساعة أنا في مكة، بعد نصف ساعة أنا في مثلا في أمريكا، لا يمكن، لابد وأن يكون التسلسل منطقيا، يعني إيه منطقيا؟ أي مقنعا، لابد وكأنك تبدأ بسؤال تعقبه الإجابة، أو تبدأ بعرض الفكرة الرئيسة تعقبها الشروحات والأمثلة، أو تبدأ بعرض أمثلة يعقبها الاستنتاج. هذه هي التسلسل المنطقي الذي يقصده في هذه الفقرة أو في كتابة هذه الفقرة. نكتفي بهذا القدر في تسجيل هذه أو في تسجيل هذا الجزء، وسنكمل في
حلقة أخرى إن شاء الله. لكم مني خالص التحية والتقدير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.